الزوجة العاشرة جويرية هي بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، وهي أرملة مسافع بن صفوان المصطلقي، وكان زوجها هذا من أشد أعداء الإسلام والمسلمين وأكثرهم خصومة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس الأنصاري في غزوة المريسية، وهي غزوة بني المصطلق في سنة 5، فكاتبته على نفسها، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، وكان من أمري ما لا يخفى عليك، ووقعت في سهم ثابت، وإني كاتبت نفسي، فجئت أسألك في كتابتي. فقال عليه الصلاة والسلام: فهل لك ما هو خير؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي وأعتقوهم. قالت عائشة: فما رأينا امرأة أعظم بركة على قوم منها. ولما رأى بنو المصطلق هذا السمو وهذا العفو والكرم، أسلموا جميعا وآمنوا بالله ورسوله، فكانت جويرية رضي الله تعالى عنها أيمن امرأة على قومها.